أهلا بيكم وأعماق الروح، والنهاردة هنتكلم عن فهم سبب استمرار الهارب في العودة. ليه دايما بيرجع وليه دايما بيعود؟ ممكن أن تكون العودة المستمرة لتوأم الشعلة الهارب بتكون حاجة محيرة، وغالبا ما بتسيب شوية أسئلة جوانا كلنا وشوية مشاعر مش مفهومة. الموضوع ده بيتكرر لأنه يعني في أسباب وراء تكراره، تكرار الرجوع والعودة بعد الهروب أو بعد الانفصال. هو بيتأثر بشوية حاجات كده معقدة من العوامل الروحية والعاطفية والحيوية. توأم الشعلة مش زي أي علاقة تانية، هي بتكون رابطة روحية عميقة، وبيقول ان هي بتنبع من نفس مصدر الروح. غالبا ما بتكون عودتهم مؤشر على المشكلات اللي ما تمش حلها او الدروس اللي مفروض ان هما يتعلموها في رحلتهم الروحية المشتركة. من الضروري ان انت تفهم ان الموضوع ملوش علاقة خالص باللوم او الحكم، لا، هو ليه علاقة بتمكينك من ان انت تعدي الرحلة بشكل اكتر فايدة وفعالية. عودة توأمك الهارب مش حدث او حاجة تخوف، لكن خلينا نقول مثلا ان هي حاجة للنمو والشفاء والتفاهم. من المهم جدا ان احنا نحافظ على احترام الأهمية الروحية لمفهوم توأم الشعلة، وده بيضمن ان احنا هنتبع يعني طريق صحي اننا نفهم ديناميكيات علاقة توأم الشعلة. بعد كده هنتعمق اكتر في الاسباب المحددة اللي بتخلي توأمك يرجع ليك باستمرار، وازاي تقدر ان انت تستجيب بطرق تخلي يعني او تعزز من النمو الشخصي والتواصل الصحي في العلاقة. خلينا نبدأ بأول حاجة، هو كشف أسباب عودة توأمك الهارب. عادة ما بتشير عودة التوأم لمرحلة من الدروس والنمو، وبتسمح الرحلة الروحية دي للطرفين بتجربة للتحول الذاتي والتطور كأفراد. طيب، أحد أسباب عودة توأمك هو وجود مشكلات أو أنماط كارمية لم يتم حلها. ممكن أن تكون الأنماط دي متجذرة في التجارب أو السلوكيات من قبل كده اللي لازم الاعتراف بيها والتعامل معاها. وممكن كمان يكون السبب التاني هو أن في دروس أساسية في الحياة لسه ما تعلمتوهاش. رحلة توأم الشعلة بتدور حوالين النمو والتطور، سواء على المستوى الفردي أو كوحدة. لو كانت في دروس لسه ما تعلمتهاش انت او توأمك، فالكون هيعمل ده وهيخلق مواقف هتظهر لك انت وتوأمك الدروس دي. ومن الضروري جدا ان انتوا تراعوا ديناميكيات الطاقة الروحية المؤثرة. بيقولوا ان توأم الشعلة بيشتركوا في اتصال نشط بيتجاوز المسافة المادية اللي بتكون بينهم. ممكن للطاقة دي ان هي تجمعهم مع بعض، وده هيأدي غالبا الى لم الشمل المتكرر. الحاجة التانية، هنستكشف ازاي تقدر الاستجابة لما توأمك يرجع، وازاي تضمن ليك ان انت يعني يحصل تنقل في اللحظات دي بحكمة. الرد على عودة توأم الشعلة الخاص بيك الهارب: لما يعود توأمك من المهم ان انت تتعامل مع الموقف بعقل صافي وقلب منفتح. الموضوع اصله ملوش علاقة بتكرار الحاجات اللي فاتت، بس ليه علاقة بانه ان انت تمسك في الفرصة، فرصة النمو.
خد لحظة ان انت تفكر ايه اصلا اللي كان سبب في الانفصال، انفصالك انت وتوأمك، اول الاسباب او اهمها ايه هي، فهم الاسباب وراء الصراعات الماضية. ممكن ان هو يوفر حاجات كتير جدا حوالين المسار بتاعك انت وتوأمك بعد كده، او مسار الرحلة عامة. افتكر ان الرحلة دي ملهاش علاقة بس بتوأمك، مش بتقوم بس على توأمك، لا انت كمان، فانتوا الاتنين بتكونوا مسؤولين عن الاحداث اللي بتحصل فيها. حاول ان انت تستخدم عودة توأمك كفرصة لاختبار نموك انت شخصيا. دور في المجالات اللي انت محتاج ان انت يعني تحسن نفسك فيها، وحاول ان انت تبذل مجهود عشان تشتغل على نفسك. ومن المهم كمان ان انت تحترم الرحلة الفردية لتوأمك زيك تماما، فطبيعي ان انتوا لما تنفصلوا هو كمان هيبقى عنده رحلة للنمو، فتوأمك هو كمان بيمشي في طريق اكتشاف الذات والنمو. حافظ على خطوط اتصال مفتوحة ما بينكو، زي ما بنقول الباب يكون متوارب مش مقفول، وخليك صابر يعني أثناء التنقل في رحلتك الروحية انت وتوأمك، أو حتى أثناء تنقل توأمك بالذات في رحلته الروحية. الحاجة التانية ان احنا هنكتشف ازاي نعزز علاقة توأم الشعلة الصحية لما يرجع توأمك، مع التركيز على التنمية الشخصية والحفاظ على الاحترام المتبادل. تعالوا نتكلم عن تعزيز اتصال توأم الشعلة وازاي يكون اكتر صحة. تعزيز العلاقة الصحية مع توأمك بيبدأ بالنمو الشخصي ليك انت. لما بتعمل على تطوير شخصيتك فانت بتخلق ديناميكية طاقة اكتر صحة، ممكن ان هي تأثر بشكل ايجابي على علاقتك. واحد الجوانب الرئيسية لده هو وضع حدود صحية. الحدود بتكون مهمة جدا في كل علاقة، ورحلة توأم الشعلة مش استثناء. ممكن ان هي تساعد على ان هي تعمل حدود واضحة في الحفاظ على الاحترام، وان انت تتجنب الانماط غير الصحية للصراعات والخناقات والانفصال. التواصل بيكون حاجة مهمة جدا. التواصل الواضح والصادق بيعزز التفاهم وبيساعد الطرفين على ان هما يتنقلوا في رحلتهم المشتركة بشكل اكتر فعالية. حاول ان انت تناقش مشاعرك وتوقعاتك ومخاوفك بشكل مفتوح علشان تبدأ ان انت تبني الثقة والتفاهم. وكمان الحفاظ على شعور قوي بالفردية حاجة مهمة جدا. انت بتشترك في رابطة عميقة مع توأمك، لازم ان انت ومهم جدا ان انت تفتكر ان انتوا كيانين منفصلين ليهم مسارات فريدة للسير فيها، فطبيعي انه كل واحد فيكو يحس بالفردية لما يمشي في مساره لوحده للنمو. ركز على تنمية نقط قوتك الفردية، وان انت تتابع اهتماماتك الخاصة خارج العلاقة. اخر حاجة هنستكشف مع بعض شوية خطوات عملية اللي تقدر ان انت تعملها او تتخذها علشان ان انت تتحكم في عودة توأمك بطريقة صحية، وتكون بتخدم العلاقة ما بتضرهاش. عودة توأم الشعلة هي فرصة لحب الذات. بتدور الرحلة دي حوالين النمو الشخصي والتطور الروحي، وكلهم بيكونوا متجذرين في حب الذات. من خلال التركيز على حب الذات انت هتقدر ان انت تنشئ ديناميكية اكتر صحة مع توأمك. يعني الطريق ده من الحفاظ على شخصيتك الفردية، وان انت تتجنب فقدان نفسك في العلاقة، هيعزز الشعور بقيمة نفسك وذاتك، اللي ممكن ان هي تساعد في وضع حدود صحية، وهتعزز التواصل في علاقة توأم الشعلة.
من ناحية تانية التمكين بيديك القوة اللازمة علشان تقدر تتنقل ما بين الصعود والهبوط في رحلة توأم الشهر. هيوفر لك المرونة اللازمة لمواجهة التحديات والشجاعة لاتخاذ القرارات. الرحلة دي مش بس بتعتمد على ان انت تلاقي نصك المفقود، لا، الموضوع كله بيرجع لنمو مع شخص ما كفردين كاملين. حب الذات لما انتوا الاثنين بتشتغلوا عليه، فانت مش بس بتحسن علاقتك مع توأمك، لا، كمان بتتطور لنسخة اقوى واكتر مرونة من نفسك. وبكده تكون خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. انا حابة اتكلم كل شوية في مواضيع مهمة هتساعدنا في ان احنا نفهم اكتر علاقة توأم الشعلة، فبالتالي هنقدر ان احنا نشتغل على نفسنا اكتر، ونقدر ان احنا نتعامل مع طاقة الهارب ومع طاقة المطارد بشكل افضل وبشكل صحي، ونكون فاهمين اكتر فقادرين نتصرف بحكمة اكتر. فانا حابة ان احنا يبقى في حلقات للطاقة دايما، ويبقى في حلقات كمان للمواضيع المهمة اللي بتخص توأم الشعلة عشان الكل يستفيد، سواء كان في مرحلة يعني مرحلة في آخر الرحلة أو في أولها أو في نصها، فالكل يبقى عنده معلومات. يا رب تكونوا استفدتوا والحلقة عجبتكم. أشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. مع السلامة.